يسعد صباحكم. اليوم رح نحكي عن بعض الأمراض العصبية اللي لها علاقة بموضوع الصيام. دائما بنتسألوا الناس هل هناك أمراض معينة بالجملة العصبية ممنوع أنه الإنسان يصوم خلالها؟ طبعا هناك بعض الأمراض اللي نحن يفضل عدم الصيام فيها، واللي هي مرضى الحوادث الوعية الدماغية الحديثة CVA، واللي بيكون عندهم خصوصا اللي عندهم مشاكل تانية مثل ارتفاع الضغط وتجفافات، لأنه نحن ما بدنا نخلي يزيد نسبة الخسار عندهم أو تخسر الأوعية الدموية اللي بيصير. الأمراض الأخرى اللي نحن بدنا نمنع الإنسان إنه يصوم خلالها هي الأمراض اللي بيكون بحاجة المريض لأخذ أدوية بشكل منتظم. يعني ما فيني أنا أقعده فترة الصيام كلها بدون دواء، لازم يكون الدواء بفترات وفواصل زمنية منتظمة. بالعموم كل الأمراض اللي تزيد نسبة الخسار بالجسم يفضل عدم الصيام فيها، لأنه بيزيد التجفاف وبيزيد نسبة الخسار. أما بالمقابل، فهل هو الصيام مفيد للجملة العصبية؟ طبعا بالمطلق هو كتير مفيد للجملة العصبية، لأنه بيحفز على زيادة استقلاب الجملة العصبية الخلايا الدماغية وبيحسن صحة الجملة العصبية بشكل عام. سابقا في بعض الأمراض كان يعتقد أنه ممنوع الصيام فيها مثل التصلب اللوحي وبعض الأمراض الاستقلابية، لوحظ أنه لا، بالعكس الصيام مفيد لهذه الأمراض. مرضى الزهايمر بنصحهم بالصيام لأنه بيزيد استقلاب الخلايا وبالتالي بيزيد عنا إنتاج أو ضغط الخلايا العصبية بشكل عام. بالمحصلة إذا بدنا نتوجه بشوية نصائح للأخصائي، بدنا نقول له أنه يحاول ينظم نمط حياته قبل حلول هذا الشهر الكريم، يخفف منبهات بشكل عام وسابقا وأثناء شهر رمضان، الامتناع أو تخفيف التدخين قدر المستطاع، وتنظيم نمط الأطعمة اللي بده يأخذها بعد الإفطار بحيث لا يسيء لجسمه، يخفف نسبة السكريات والدهون المشبعة.